لذلك ورد في رواية أبي بصير عن الإمام الصادق صلوات الله عليه في تفسير هذه الآية: لقد حق القول على أكثرهم، قال: الذين لا يقرون بولاية أمير المؤمنين والأئمة من بعده. فهم لا يؤمنون، قال: الذين لا يقرون بإمامته وبإمامة الأئمة من بعده. هنا بقرينة مناسبة الحكم والموضوع والعطف الذي يقتضي المغايرة، لابد أن نحمل عدم الإقرار بالولاية يعني الخلافة، الخلاف، وعدم الإقرار بالإيمان يعني الإمامة، كما الإمام صلوات الله عليه صرح، لأن الإمامة أعظم من الخلافة، إمامتهم أعظم من خلافته. الخلافة في الشؤون الدنيوية، أما الإمامة في كل شؤون الوجود في الدنيا وفي الآخرة إمامته. الخلافة عند أمير المؤمنين هي أهون عنده من عفطة عنز كما في الرواية، أمر يتعلق بالدنيا. فإذا ثبتت هذه الخصوصيات في الآية المباركة، إذن يتضح لنا أمر الإمامة وأمر الخلافة. فمن يعاند ومن يكابر مصيره شنو؟ أنهم لا يؤمنون، يموت على غير الإيمان، ينتهي على غير إيمان. هاي